السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد من قناة بيكسل بي جي. فيديو اليوم إن شاء الله حيكون ريفيو ومراجعة لماوس وإنبوكسينج أكيد كما ترون ما دائت في الماوس. والفكرة هنا ليست فقط المراجعة، لكن الفكرة بالأساس على البرمجة الخاصة بالفأرة لتعطيك امتيازات رائعة جدا. استعمالتها أكيد حتكون فأرة مع الحاسوب أو مع البلاي ستيشن 4 في لعبة وارزون أو ألعاب أخرى، أو تستعملها مع الهاتف مع تطبيقات محاكاة اللمس للاعب لعبة بابجي وكول اوف ديوتي والعاب اخرى. اذا لا نطيل عليكم، لا تنسوا دعمنا في القناة كالعادة، والى اللقاء. اوكي، بداية سيكون الانبوكسينج مع فأرة جي ام 300 او جي ام 3300 من شركة جيم تيم. يا اخي، الشركة هذه تخدم امورات احترافية وبريميوم جدا، حتى الصناعة والجودة رائعة جدا من هذه الشركة. ممكن بعض لا يعرفها، لكن عندها منتجات رائعة جدا تنافس الشركات العالمية. لذا أخي سوف ننطلق إلى الانبوكسينج. كما ترون العلبة، عندك الخصائص RGB وال1 ملي سكند، عندك هنا بعض الخصائص الخاصة بحساسية الليزر والأمور الخاصة، نتركها في الريفيو. لكن الآن فقط نقوم بالانبوكسينج. عندك كالعادة كإفارة تستطيع رؤية الفأرة من هنا، وطريقة الفتح تكون من الخلف أكيد، هذا شيء عادي. نفتح العلبة نرى ماذا يأتي في الفأرة. أول شيء أخي، عندك وصلة تايب سي للشحن. وكفكرة فإن الفأرة تعمل لا سلكيا أو سلكيا. في حال تريد استخدامها سلكيا حتستخدم الويرد، وفي حال تريد شحنها حتستخدم الويرد، وفي حال تريد استخدام الفأرة أساسا على الويرد حتستخدم الويرد أكيد. ثانيا عندك هنا، باش نفرق الأمورات كل واحدة، الأذرع الجانبية للفأرة لكي تغير شكل الفأرة وتعطيك مسكة جيدة على حسبك أنت الاختيارات الأذرع. عندك هنا ميزانان، الواحد فيهم يصل إلى 6.5 غرام، أي باثنين يكون 13 غرام. لمن لمحبي الفأرة تكون ثقيلة شوية، أنا واحد من الناس أريدها دائما خفيفة، لا أحبها ثقيلة. عندك يأتي معك بطاقة الشكر من شركة جيم سير كجميع منتجاتها، وعندك الكتيب الذي أعلم أن الجميع لا يقرأه ودائما أنصح وأعيد. يا أخي قرأ الكتاب، لماذا استخدم، لماذا وضعه في العبوة؟ استخدمها، اقرأها، يعطيك ميزات، يعطيك أمورات ممكن أنت ما تكونش تعرفها يفيدك بها، مثلها مثل الآية التحكم. كالعادة اقرأ يا صديقي، اقرأ ما لا يأتي. وانطلق الآن إلى الفأرة نفسها. الفأرة يا أخي هذه هي الجي أم 300، كما ترى عندك اللوغو، هذا هو شكلها من الأمام، عندك من الجانب من الخلف من الجانب الآخر. لذا كبداية سوف نتطرق على الأزرار. الأزرار الموجودة هنا حاليا عندك الزران العاديان أكيد، زر العجلة وزر العجلة، زر الدي بي آي، عندك زران على اليسار، زران آخران على اليمين. وكما ترى فإن شكلها متناظر في كلا الجهتين، أي متشابه، في حيث أنك تستطيع تعديلها في الحاسوب عبر البرنامج، سوف نتطرق عليه باش نعمل البرمجة، أنك تجعلها لأصحاب الذين يستخدمون الأيادي اليسرى وأصحاب الذين يستخدمون الأيادي اليمنى، هذا هو الشيء الجميل بها. عندك الجوانب كما ترى، تستطيع تغيير الأذرع وتغييرها، سوف نترك تغيير الأذرع وأشكال سوف نريكم. المهم كل شيء بالمغناطيس، هذا شيء سهل. عندك هذه المنطقة السفلى وهي منطقة الأوزان التي أريناكم قبل، مثلا في حال أريد أن أثقل قليلا منها أضع الوزن هنا وتصبح ثقيلة وأستطيع وضع الثاني. عندك زر التشغيل في حال تريد استخدامها عبر الويرلس، وكما يرى الجميع أن طريقة الربط عبر الويرلس تحتاج إلى وصلة USB خاصة بالويرلس، والوصلة هنا تأتي مع الفأرة بحيث أن هذا الزر تسحبه للأعلى، تظهر لك هنا كما ترون يصعد لك، لما تصعد تسحبه تجدون هنا الويرلس. شيء جميل، طريقة مبتكرة جميلة، فقط كل شيء بالمغناطيس في وسط الفأرة بدون حاجة، بحيث أنك تنقل بالفأرة مع الويرلس وليس كل واحد على حدة تبقى تبحث وين تضعه. شيء جميل. الآن يا صديقي كما ترون، هذا هم الأشياء التي تأتي مع الفأرة. والآن نطرق تغيير أذرع شكل الفأرة، وهذا ما يأتي مع الفأرة في العلبة، جميع الأمورات من حيث الأوزان، وعندك الأذرع، عندك الغرفة
الخلفية للويرلاس، عندك كتيب تعليمات وبطاقة الشكر ووصلة اليو تايب سي. إذا ننطلق إلى الريفيو، مراجعتنا تبدأ مع الميزات الظاهرية للفأرة كاحتوائها على إنارة RGB ومستشعر بصري من نوع PMW3389 يصل معك إلى 16000 DPI مع 1000 هرتز بولينج رايت و 50 G أكسليريشن و 400 EPS، ويحتوي المستقبل على تقنية أجليتي إكس لتصل الاستجابة إلى 1 ملي سيكند، وتحتوي على بطارية سعتها 500 ملي أمبير، ويختلف استنزاف البطارية على حسب البولينج رايت المختار. ولو وضعت على أقصى حد للبولينج رايت الذي هو 1000 هرتز ليصل معك إلى 1 ملي سيكند لو لاتنسي، يعطيك قدرة استعمال حوالي 50 ساعة، وكلما أقللت من البولينج رايت يعطيك مدى استعمال أطول. وأزرار فأرة ميكانيكال من نوع أمر لها استجابة سريعة في الأداء وشكلها مميز، أما الاختيار فتلك مسألة شخصية لكل فرد. هنا تنتهي الميزة الظاهرية للفأرة وننتقل للميزات الخفية. وكبداية مع برنامج الجي كور الخاص بالفأرة الجي أم 300 من شركة جيمزير. البرنامج يا أخي أول شيء تستطيع تحميله من الموقع، تجده دائما أسفل الفيديو، أضع لكم جميع الروابط لتستطيع تحميل البرنامج الخاص للتعديلات للفأرة. أولا لما تدخل على البرنامج يجب عليك تكون أكيد تكون رابط الفأرة مع الحاسوب باش تستطيع تعدل باش تظهر لك هذه اللائحة. أول شيء في بيزيك سيتينج أو كما ترون بيزيك سيتينج أو الواجهة الأولى، عندك الكونفيجريشن، عندك بروفايلات، وتستطيع إضافة بروفايلات جديدة لو تريد أو حذفها أو تأخذ بروفايل أصلا هما حافظين ولا أنت تنشأ بروفايل. عندك هذه الأمور تستطيع حفظ بروفايلك أو أخذ بروفايل محفوظ أصلا وتضيفه باش تعدل لك الإعدادات على حسب البروفايل الذي حملته أنت. سوف أضع لكم بروفايلي الخاص في حال تريد استخدام بعض الأمور. المهم ننتقل إلى DPI i.per inch. عندك 5 مستويات تستطيع التغيير فيهم، أكيد عندك المستوى وتستطيع أنت تغيير العدد DPI الخاص كما تريد أنت. من جهة اليمين عندك البولينج رايت، أكيد عندك ما بين 125 إلى 1000 تستطيع التغيير. عندك بوينتر سبيد أي سرعة الفأرة، وعندك الأكسليريشن RCC الخاص بالفأرة. ننتقل إلى الواجهة الثانية وهي الكي سيتينج أي الأزرار. تغيير الأزرار هنا يا أخي عندك كما ترى جميع الأزرار، تستطيع تغيير أي زر أينما تريد. فقط لأصحاب لاعبين الشوتر عندك في زر إطلاق النار تستطيع تغيير بزر الفاير كي. هذا يا أخي زر الفاير كي وش هو عمله؟ عمله سهل، أنه يطلق عدة طلقات متعددة. يعني لو كان عندك سلاح بطلق فردي في الفاير كي، هنا تبقى ضغط على الزر في الفأرة هو يطلق لك طلقات متعددة كما أنه أوتو فاير. هذا جيد. والأمور الأخرى سنطرق عليها أكيد. نذهب إلى لائحة اللايت سبيد. اللايت سبيد بدون ما أوضح هي خاصة بالإنارة، عندك تغيير الإنارات وشكل الإنارة وسرعة الإنارة والتغيرات وتباين الألوان. ننتقل إلى الأخيرة وهي الماكرو. الماكرو يا صديقي هنا عندك احترافية جدا لو كنت تفهم الماكرو. هنا في الماكرو نأخذ على سبيل المثال تجربة، سوف نضع على ريكورد ونضغط على الكيبورد مثلا الحركة هذه ونضغط ستوب. هنا أخي الماكرو ما هو؟ أنك تعمل هذه العملية اللي عملتها أنا بالوقت والزر الذي ضغطته والزر الذي تركته. هو لما تضغط على تختار الزر اللي تريده في الماكرو هو يعمل لك هذه العملية بضغطة زر واحد. هذه طريقة رائعة. وين حتفيدك؟ حنأخذ على سبيل المثال سوف أحذف ماكرو. أنا أصلا مهيئ تكتيكال سبرينت وارزون. هذه صديق للاعبين وارزون، أنك تستطيع الجري في الوارزون عندها ثلاث حركات، عندها حركة عادية، الجري متوسط والجري بقصوى. الجري بقصوى لا يدوم لمدة طويلة، لذا احنا نعمل واحد الحركة باش الجري يبقى يدوم إلى ما لا نهاية تقوم بتلك العملية. لذا أنشأت الماكرو الخاص بي على حسبي باش تكون العملية صحيحة. كما ترون هذا هي العملية اللي عملتها والوقت المستغرق. والشيء الجميل أنني أستطيع حفظ الماكرو على ملف وأنشره لكم باش تعملوا له أنت داونلود وتضعه هنا إمبورت. طريقة سهلة جدا. لما تنشئ وتكمل عملية الإنشاء تعود إلى الكي سيتينج، وهنا يا أخي تذهب إلى فتح الزر وتذهب إلى سيلكت ماكرو، تنشئ الماكرو الخاص بك الذي أنشأته أنت هنا. المهم ننطلق إلى إعدادات هذو، سوف أشرحهم مباشرة بسرعة. الأولى أنك لما تضغط مرة واحدة على الزر تحدث عملية الماكرو من بداية إلى النهاية. الثانية أنك لما تضغط زر الماكرو مرة واحدة لكن تبقى ضاغط على الزر تبقى عملية الماكرو تنتهي وتعاد مرة أخرى، تنتهي وتعاد مرة أخرى. لما تنزع يدك على الزر تتوقف عملية الماكرو أو تتوقف سلسلة الأزرار اللي أنت معدلها على الماكرو. ثالثا هنا أخي الطريقة رائعة جدا لكن على حسبك أنت أكيد. هنا لما تضغط مرة واحدة على الزر العملية تبقى تعاد وتكرر وتعاد إلى ما لا نهاية، لما تضغط مرة أخرى على الزر عندها تتوقف العملية. إذا
انا سوف اضع لكم عده اعدادات. سوف في زر جي 6 لكي تفهموني جيدا، في زر جي 6 اضعتها على اني ابقى ضغط ضغطه مره واحده تقوم بالعمليه وتنتهي. في جي 7 ضغطتها على ان لما ابقى ضغط العمليه تبقى تعاد، وفي جي 8 وضعتها ان لما اضغط مره واحده تبقى العمليه تعاد، لما اضغط مره واحده توقف. لذا تضغط ابلي ونرى هذا في لعبه وارزون. وهنا ننتقل مع لعبة الوارزون كما ترون. من ناحية أول شيء استجابة الفأرة، يا صديقي الفأرة استجابتها سريعة سلسة جدا، والشيء اللي أعجبني أنها بدون حاجة إلى الورد، هذا هو الشيء الجميل. في حالة أن تريد اللعب بها عبر الورد فهو سهل، فقط أربط الوصلة وربطها مع الجهاز لو كان عندك بي اس 4 أو إكس بوكس أو حاسوب أو على حسب أنت. الاستجابة سريعة جدا مثلها مثل الكيبورد، أكيد من الشركة، هو أيضا من نفس شركة جيم سيرفي إكس 2، تجدون رابط الفيديو هنا لمن يريد معرفة الكيبورد، احترافي جدا. المهم عندك في كلا القطعتان هنا بدون سلك، والسرعة سريعة جدا. أول شيء ننتقل إليه وهو إطلاق النار، كما نستخدم سلاح تيب 63 وهو سلاح فردي، أنه لما تبقى طاغت يطلق طاقة واحدة، لازمك تترك تضغط مرة أخرى باش يطلق. في زر الذي وضعناه وهو اسم الفاير كي وهو زر إطلاق النار، أنك لما تبقى طاغت يطلق النار طلقات متعددة. هذه طريقة رائعة تفيدك في بعض الأسلحة، وللأسف الشديد مع سلاح الأورك. وهنا يا اخي السلاح راحت علينا الشكوبي بهذا السلاح، دروك غادي يبقاو ينجرو فينا طلقات متعدده بدون انتهاء. هنا مشكله عظيمه للعب هذا السلاح، اصلا احنا نعانيو من اللاعبين اللي يستخدمون هذا السلاح وتزيد تعطي طلقات متعدده، يعني راحت علينا الشكوبي. المهم ننتقل الى انواع الحركات. في لعبه الوازون عندك الحركه العاديه كما ترون، عندك الجري كما ترون، وعندك التاكتيكال المخصص بالجري أن يبقى يجري بسرعة لكن عنده وقت مدة وتنتهي كما ترون. انظروا سوف نعيدها، عنده مدة ويتوقف اللاعب ويعود إلى الجري العادي. لهذا احنا استخدمنا طريقة أنك تستطيع الجري، سوف أهيئها على أنه تبقى دائما هكذا. الآن لما أجري مباشرة يجري السرعة الكاملة لكن هيتوقف مهما أبقى ضغط على الزر. إذا احنا عندنا طريقة نعملها وهي أن نتزحلق كما ترون، العملية تدوم. وهذه العملية اللي أعملها أنا عملتها بالماكرو على ثلاث أزرار، ونوعتكم باش سوف تجدون في جانب الفيديو الطريقة باش الجميع يستطيع الفهم. أول طريقة سوف أعملها وهي أن لما أضغط على زر مرة واحدة يعمل لي الطريق، انظروا ويتوقف واحدة ويتوقف، هذه هي الأولى. الثانية أني لما أبقى ضاغط العملية تبقى تعاد، انظروا لما أبقى ضاغط العملية تبقى تعاد، لما أترك يتوقف كما رأيتم. وثالثا وأخيرا العملية هنا أني لما أضغط مرة واحدة العملية هي تبقى تعاد، لما أضغط مرة أخرى تتوقف. لنرى، عفوا إطلاق النار سوف نعملها الآن، أضغط مرة واحدة ويقوم هو بالعملية بدون أنا أصلا ما نستخدم ولا شيء، كما ترى هو يقوم بعملية التكتيكال يجري بدون توقف، حتى أضغط عليها مرة واحدة باش يتوقف. نرو لما أضغط يتوقف. يعني يا أخي في حالة أني نسهل على نفسي فقط أبقى أنا اللي نفضله أن أبقى ضغط عليه، لما أتركه يتوقف. هذه طريقة تساعدك بكثرة في لعبة الوارزون لما أتوقف. ونفس الفكرة في الفأرات هنا، تعطيك يا أخي لا تأخذ الفكرة فقط على الجري، استخدم حتى الفكرة الماكرو على عدة ألعاب وعدة أمورات. ممكن أنت تلعب لعبة وعندك عملية مثل أنا ما أعملها طويلة، أنت تختصرها في زر واحد وتعمل لها الحركة التي تساعدك أنت، مثل أنا ساعدتني لما أبقى ضاغط يعمل العملية، لما أترك يتوقف. هنا أنا ساعدتني لا أستطيع عملها على ضغطة واحدة، ولما أترك ما تساعدني. المهم صديقي، المهم إن شاء الله الفكرة تكون فهمتها.
ولو هنا نصل الى نهايه الفيديو مع تجربتنا مع فأرة جيمينج من شركه جيمسير المسمات جي ام 300. اول شيء يا صديقي وهو السعر. هنا السعر يا اخي سعر الفأرة يصل معك الى 46 دولار، وهذا السعر يا اخي في الموقع الاصلي. ممكن تجد في المواقع مثل علي اكسبرس السعر اقل. احنا في الجزائر يا اخوتي تلقاها ما بين 700 حتى 900 الف على حسب البائع من شاريها. المهم انت عارفين تلقى السومه تتراوح هكا تدور منه ومنه، ما تلحقش المليون، امبوسيبل تلحق المليون. الشيء اللي عجبني في السعر 45 دولار يا اخي رخيصه بما تقدمها لك من دي بي اي، من اي بي اس، من بولينج رايت، ومن اكسلريشن جي، والامور الغير ظاهريه مثل البرنامج وامور الماكرو والاعدادات البروغرامابل. يا اخي والشيء اللي ادهني بهذا السعر تاخذها سلكيا ولا سلكيا، افضل من الشركات الاخرى اللي تاخذها سلكيا واغلى منها وتقدم لك نفس ما تقدم هذا الفأرة من ناحيه الارقام. لذا يا اخي نترك لكم في الكومنت، اعطونا رايكم انتم الشخصي على هذه الفأرة، ومن لا يعرفها يزيد يبحث عنها. ومعلومه اخرى، في صندوق الشرح وضعت لكم كلمات دي بي اي والبولينج رايت والشرح الكلمات ماذا تعني لمن لا يعرفها. لذا يا اخي اعطيتكم رايي انا على الفأرة، رائع جدا حتى الاستجابه السريعه جدا. هذا الشيء اللي اعجبني من ناحيه انك تلعب بها لاسلكيا. لذا ان شاء الله اعطونا انتم ايضا رايكم على هذه الفأرة. وكالعاده نصل الى نهايه الفيديو يا اخوان، لا تنسوا دعمنا في القناه، ونراكم ان شاء الله مع فيديو اخر. وكالعاده كان معكم وليد من قناه بيكسل بي جي. بيس.